كريستيان شيحة موجودة معنا اليوم، معالجة نفسية. موضوعنا هو يعني فكرة التوفير، كيف بدنا نوصلها للأولاد خاصة حسب أعمارهم كمان، حتى لي بنفس الوقت ما نكون عم نعتلهم هم، بس يكونوا كمان ما في نكران للوضع القائم. موجور موجور. يمكن أصعب شيء اليوم عند الأهل بالإضافة لكل الهموم اللي عندهم إياها، بالإضافة لكل يعني القلق يلي عندهم إياه، كيف بدهم يوصلوا هالشي لأولادهم يعني وغيروا لهم كل سيستم حياتهم بسرعة هالقد؟ هلا بس قبل ما افوت بصلب الموضوع مش مضطره شوي افسر كيف الولد كيف النضوج تبعه كيف بيشوف الاشياء 100%. قدرة الاستيعاب سوري المراهق اللي عمره 12 سنه غير الولد اللي عمره 5 و6 و7 سنين. سو بس تفسر شوي كيف بيصير النضوج على النضوج الفكري تبعه، بس نقدر الاهل يقدروا يعرفوا يوصلوا المساج بطريقه اسهل. الولد اللي عم نحكي اوكي من صفر لسنتين كلنا بنعرف بياخذ القصص اللي بحطها بتمه وهيك بيكتشف العالم يعني بكل شيء حسي. من السنتين للسبع سنين ما بيقدر بعد عقله يستوعب شيء ما بيشوفه قدامه، يعني المفاهيم الكبيره مثل الموت مثل المصاري مثل هول القصص صعب يقدر يفهمها بطريقه مثل ما نحن بنشوفها. ودائما الاهل بيشوفوا مثلا بيقولوا انه مثلا طب ما ابني ذكي ليه ما عم بيقدر يستوعب. هو ذكي مزبوط بهيدي المرحله، ذكي بكل شيء بيقدر يشوفه ويربطه بطريقه ذكيه، يعني اللي بيشوفهم قدامه بيربطهم بطريقه ذكيه ومزبوط، ونحن بنشوف هيدا الشيء والاهل ما بيقدروا. طب قادر يشوف مثلا قادر يفهم هيدا، قادر يفهم انه بيو بيروح على الشغل مثلا او وامه بتشتغل وبيستوعب انه هو مثلا يرجع على البيت ويقعد بالبيت، هو اللي لانه شايفهم. هو بالنسبه له الولد بين السنتين وسبع سنين كثير مثلا بيقول بي اقوى بي لانه مثلا بشوفه بيحمل جاريه الغاز تنقول او بيحمل مي، بشوفه قوي دونك قادر يشوف بيو قادر يحمل يعني بيو قوي. هالقد الذكاء تبعه بالقصص اللي بيقدر يشوفها ويلمسها ويستنتجها، بس ما بيقدر بعد يستوعب الامور اللي ما بيقدر يحسها. من هيك بالمات مثلا بالمدارس بيعلمون بيعدوا القصص مثلا خمسة فراشات بده يعدهم قدامه تيقدر يشوفهم. بعد ما في القصص الابستراكت اكثر شيء مثل المات الجيومتري دون الاسباس دول بعد بالمرحله اللي بعدها. سو بهالعمر في طريقه معينه نقدر نفسر الامور المفاهيم اللي مجرده اللي ما بيقدر يشوفها. من السبع سنين وطالع ببلش يقدر يفكر بطريقه مش دائما الموجود قدامه، بس بعد بهالفتره منه قادر يعني الدماغ تبعه ما عمل ديفلوبمنت يقدر يشوف القصص مثل عمره 12 سنه بيشوفها. سو اجمالا من السنتين للسبع سنين الولد اذا فسرنا له رح يرجع يجي يسال، مش لانه ما فهم. يعني الاهل مثلا طب ما فسرنا لك امبارح ليه عم ترجع تسال ذات السؤال، بس هو ما فهم مثل ما نحن فهمناه، فهم على طريقته. سو بدنا دائما نرجع نفسر له الامور بطريقه مبسطه. زيت الشيء من السبعه لل 11 سنه بس بنحس عليه انه سؤاله تغير، لانه هو زيته بعده مفهوم ما فهمه بس عم بيقدر يستوعب درجات صغيره. سو هو اجمالا اللي عم نحكي اجمالا الديفلوبمنت تبع الدماغ بيولوجيكما هذا الشيء بيصير. اليوم الموضوع الاقتصادي الخانق يلي موجود ويلي يعني مش عم نقدر كتير نلحقه لحتى اللي نعرف اليوم كيف بدنا نتموضع مثلا، هاي يمكن المشكلة الأساسية إنه مش إنه عم نغير شيء معين، ما عم نعرف حالنا فعلا شو بدنا نغير، وهالشيء طبعا بده ينعكس على الأولاد لأنه في كتير طلبات بدهن عندهم اياها كان قبل اليوم ما فينا نأمن لهم اياها، واذا امنا لهم اياها رح نكون ضاغطين على حالنا وهالشيء كمان رح يترجم عصبيه ورح يترجم يعني قلق واضح على الاهل. كيف نتصرف؟ اول شيء بناخذهم معنا على السوبر ماركت ولا نخليهم بالبيت؟ اول شيء بدنا نفسر انه الامور تغيرت، بدنا نفسر ما لازم
نتحاشى نفسر لهم للاولاد انه في شيء بده يتغير لانه الحاله الاقتصاديه هلا قد ما خبينا بالنتيجه كله عم بيقشع وعم بيسمع. يعني مش قادرين نخبي على الاولاد بس كمان نحكي معهم احسن ما يستنجوا لحالهم، لانه وقت اللي هن بحسوا علينا انه بحسوا على الاهل وبحسوا على الجو العام، يعني بحسوا انه في قلق. اذا الاهل ما فسروا هذا الشيء رح يفكروا اكثر انه في مشكله اكبر، فبدنا نفسر لهم. هي اول شغله. ايه اكيد بدنا ناخذهم معنا على السوبر ماركت، بس قبل بدنا نفسر انه بدنا نغير طريقه الامور بالبيت، بدنا نغير طريقه كيف بنشتري، بدنا نغير طريقه كيف بنلبس، بدنا نغير، بدنا نفسر قبل وفينا ناخذهم على السوبر ماركت. بس الشغله الوحده اللي انا بحب ضوي عليها انه ما بدنا مثل ما نحن مهمومين بالمصاري اول شيء نقطع هذا الشيء، بعدين في شيء اهم من المصاري. يعني مش كل شيء هلا مش قادرين ولا ما بيصير ومش كل شيء نعمل له نوصله على المصاري. في قصص نحن فينا نأمنها للاولاد ما بتكلف، يعني فينا ناخذهم ظهره، فينا نعمل جو بالبيت، نقعد نحضر سينما، نحضر تلفزيون مع بوب كورن، مش ضروري يكون في طاوله عشاء، مش ضروري دائما نذكر انه لا، يعني نلاقي البديل قبل ما قبل ما يعني نعطي هال يعني الجو السلبي، خلينا نلاقي بديل وبعدين بنشوف اذا مضطرين نوصل لانه ما فينا او هالقد بتكلف. هو مضطرين، هو مضطرين، مش ما فيك ما توصلي لانه تقولي انه لا منا قادرين. بس هي الفكره انه ما لازم كله نعمل له نوصله على المصاري. هي هيدي الفكره. في كثير اهل دائما بيضلوا يذكروا للاهل ما قلت لك، وهي اذا كسرتها مش قادرين نشتري غيرها. اوكي هو بيعرف يمكن فهم من اول مره، مش ضروري دائما نذكره، لانه وقت اللي من كثير عم نشدد هيدا الشيء. اول شيء عم نفسر له انه كل شيء قيمته بالمصاري، وهذا الشيء مش مزبوط بالحياه. وعم نفسر له انه نحن عم نقول له انه نحن منا قادرين ويدل شو رح يصير، واذا كسرتها بالنسبه له، واذا كسرها وهالقد مشددين على هالشغله يعني رح ينهار العالم بالنسبه له. سو هو نحن كاهل امانه للاولاد. اذا نحن منا قادرين نكون رايقين وهلا قدر الممكن، بس اذا نحن كثير قلقانين وكثير مشددين على الامور عم ننقل لهم فكره انه في شيء رح يصير كثير بخوف. بعدين بده يفهم الولد كمان، نحن بدنا نفسر له للولد بطريقه انه انت ما في قصص انت مش عليك انت تهتم فيها، يعني فكره نحن منين بدنا نجيب المصاري مش مشكلتك، فكره انه نحن البيت بدنا نغيره او مدري شو رح يصير مش مشكلتك، هيدي نحن بنهتم فيها. انت اهتم بيومياتك 100%، وانت بس مثلا عم فسر لك انه رح نغير مش يعني رح يصير مدري شو رح يصير. وإذا مدري شو رح يصير نحن كبار وقادرين نحن نلاقي طريقة ونلاقي حل، ما في شيء ما له حل. قد ايه الأهل قادرين يقطعوا هيدا المساج بهيك طريقة، قد ايه هن قادرين يوفروا على حتى لو كان مش حقيقة. يعني اليوم الأهل أوقات هن منن مش واضح لهم المستقبل، يعني منن مقررين شو بدهم يعملوا لأنه الأشياء عم تسبقهم وما ما ما في شيء واضح لهم ليعرفوا يقرروا. مع هيدا وكله بيوصلوا للولد فكرة كأنهم هن متمكنين من الموضوع؟ نوعا ما. يعني مش انه حيصير شيء كاتاستروف طويله عريضه ولا كانه نحن ملكينا وقادرين. رح اقول شغله كمان يمكن شوي صعبه، بس انه بهالايام وعم نلاحظ نحن كثير هيدا الشيء، ما حدا عم يترك حدا. يعني اذا بتطلعي حواليك بتشوفي اسوسياسيون هلا ليوم التوزيع اكل هلا، اوكي صعبه على الاهل يوصلوا لهالمرحله، بس دائما في حلول. ونحن شعوب، نحن شعب لبناني قطع بمراحل كتير صعبة، والمشكلة عند الأهل بدهم يجربوا يخففوا عن الأولاد اللي هن قطعوا فيه. بس مش ضروري يكون اللي قطعوا فيه نحن قطعنا فيه. كريستيان، يوم العيال اللبنانية معروفة أنه يعني بتضلوا الشباب والصبايا بالبيت العمر كبير، يعني 18 والعشرين، وبعدهم أكثر كتير من الأوقات هن معتمدين على أهلهم بشكل من الأشكال، بعدهم بالجامعات عم يكملوا دراستهم، يعني فيها هيك الحماية الكبيرة اللي عندهم إياها. واليوم كل شيء تغير، يعني حتى في كتير بنعرف انه المدارس بدها تتغير، يعني عم يضطروا يشيلوا اولادهم من مدرسه معينه وياخذون على مدرسه ثانيه او حتى على مدرسه رسميه. اللي كان مقرر يودي اولاده على جامعات خاصه صار بده يروح على الجامعه اللبنانيه او ما يقدر يروح على الجامعه الى اخره. يعني في قرارات اليوم بدها تتاخذ بالتوافق مع الاولاد. لكن في اساي كوتيشن، مش كوتيشن، في مفهوم بيقول انه هو الانتليجنس، الذكاء
هو كيف الواحد بيقدر يتأقلم مع الواقع تبعه. هذا الذكاء. سو نحن الأهل الولاد من وقت ما هو عم بيكبر عم بيتغير، يعني مش راح على المدرسة، هذا غير كتير كبير لإله. هو الأهل عم بيساعدوه أنه كيف هو يستوعب اللي عم بيصير ويقدر يتأقلم مع اللي عم بيصير. سو الأهل كتير عندهم دور كبير بهذا المجال، وهيدي قصة الاستيعاب والتأقلم مع الواقع كل الحياة بده يضل فيها، من وقت ما إذا بدك من وقت ما بيخلق، وقت ما بيروح على المدرسة لحديت ما يتجوز ويكبر، كل الحياة هي قديش أنا قادر أتأقلم مع الواقع تبعي. دور الأهل مش يبسطوا بس يجربوا يساعدوا الأولاد يشوفوا القصص الإيجابية. شغلة من الإيجابيات هلأ أنه في عيال مثلاً عم يتجوزوا جديد ما عم بيقدروا ياخدوا بيت، عم بيعيشوا مع أهلهم، قدي هن قادرين يوفقوا بين عيشة مع أهلهم ويتكلوا عليهم بالولاد، وقديش قادرين هن هلأ هذا الفينومين كتير صعب أنه يزيحوا، ما الأهل ما كتير يتدخلوا بقرارات الأولاد، بس بالنتيجة وقت اللي عم بيصير الحالة عم تجبر عم تفرض هيدا الشيء، عم بيصير في كتير تأقلم أكتر من ما نحن عم نفكر. يعني في كتير عيال قادرين يوفقوا بين أنه قاعدين مع أهلهم وأهلهم عم يهتموا بأولادهم، بس مش كتير عم يتدخلوا بالتربية تبع الولاد أكثر ما نحن نفكر. يعني نحن كثير بنسمع لأنه في كثير أهل من زمان، يعني في كثير أولاد مش قادرين يفلوا وبيصير في مشاكل لأنه في تدخلات، بس الأمور عم بتغير أكثر من نحن قادرين نشوف. يعني هذا الشيء الأزمة الاقتصادية كبيرة وكانت شوي سريعة، كثير سريعة، وهالشيء أكيد عم بيأثر على الأهل على قديهن الأنين كيف ما بدهم يوصلوا قلقهم للولاد. هيدا القلق يومي ومستمر وكل يوم الصبح منوعة تنشوف قد ايه الدولار، كيف ما بده يوصل للولاد؟ هو هاي الفكرة، مش ضروري بس نوعة نشوف الدولار شو، فينا نفكر بالإيجابيات اللي عنا. يعني يمكن نحن هلأ بعدنا قدرين نشوف الشمس، هلأ صيفية قدرين ناخد قهوة على البلكون، في كتير أمور حياتية بالنهار فينا نحن نتكل عليها إيجابيات، وهيدا دورنا كأهل نفرجي للولاد أنه في إيجابيات بالدنيا، في إيجابيات بالعالم رغم كل شيء عم بيصير. يعني شئنا ما بينا ما عنا نحن إذا بدك مزروكين بهيدا الشيء، وقديش قدرين نشوف البوزيتيف، قديش قدرين نساعد الأهل. يعني ما يتمحور نهارنا ولا حياتنا حول الأزمة، لأن قدر المستطاع، لأن الأزمة موجودة، يعني قدر المستطاع مزبوط. عمليا ما قادرين نعمل فيها شيء، خلينا على القليل نكون عاملين بلان نهارنا يتمحور المستطع. على اشياء تانية اكيد عنا اياها. شكرا لك كريستيان الشيحة معالج نفسي ولوجودك معنا. وقفي هلا ومنرجع نتابع عليك.